حكم اتباع النساء للجنائز. حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. المرأة ليس لا ينبغي لها أن تتبع الجنائز، لكن من غلبها الوجد وغلبها الحزن وأصرف على المتابعة لا يضيق عليها في ذلك. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طبعا إذا أذن لها لابد أن تكون في حجابها متوقرة ومتصوية، وأن لا يغلب عليها الوجد فيحملها على النياحة واللطم الخدود وشق الجيوب نحوه.